السلام عليكم وصباحكم مبروك ومبروك الاواشر من جديد. اليوم كيما وعدتكم يعني غادي نشارككم بعض الحويجات اللي خديت لوليداتي يعني للعيد والدخول المدرسي. كيما كتشوفوا يعني حويجات هما محطوطين حدايا، غادي نحاول نلبسهم ليهم وتشوفوهم عليهم هما ملبوسين. نبداو على بركة الله. وهذه هي اول لبسة ديال سامي، يعني سبق لي وشاركتها معاكم نهار خديتها لبسها، هاد الشورت وهاد التيشيرت هذا وهاد بيما هادي اللي خديناها البارح، خديتها من المحل اللي وريتكم في الفيديو. هاد البسة هادي خديتها له من ميسيز، كان فيها تخفيض في هاد التيشيرت، كان فيه تخفيض ديال 40%. هادي ليلى، وقفي ليلى. ديت لها هاد البسة هادي، هاد الاديداس هادي اللي شفتوها البارح في الفيديو. هاكي كيفاش كتجي البسة ديالها، كتجي غزالة بالقب، كتجي بحال هكا يعني دو بياس لاصقة لاصق فيها. هذه كانت اول لبسة ليلى وسامي. الثانية خديت له هاد الشورت هذا بولو مع هاد لا شوميز. نود مامي وقف. هاد لا شوميز كتجي على هاد الشكل هكا، كتجي غزالة، كتلبس هكا مسدودة اولا اولا هكا مفتوحة. انا نلبسها له التكيسه ديالو، عاد حيدها ليا. خديت له هاد التيشيرت هذا اللي كيجي على هاد الشكل. هو بغى يجبد هادوك النضاضر اللي كاينين في التيشيرت، هما اللي بغى يجبدهم يديرهم. سمسم ننشا ننشا مامي. دور مامي، دور دور حبيبي، دور دور هكا كتجي الفصالة. هكا كتجي الفصالة ديال السروال مازال بالتيكيتة ديالو اولا الشورت. وهذه اللبسة الثانية ديال ليلى. كتجي على هذا الشكل هكا. وهذه اللبسة الاخرى. I'm not busy. Not now, I'm busy. Oh. هاد اللبسات هادو خديتهم ليها المدرسة. هاد الكارتابل هادي خديناها من وولمارت، الثمن ديالها مناسب يعني 36 دولار مناسب. وهادي اللبسة وري ليلى وقفة حبيبة. كتجي على هاد الشكل. سامي على سمير ما داخلش المدرسه هذا العام، ما بغيتش ندخلو هذا العام، بغيتو يزيد يريح معايا شي شويه في الدار، يعني يزيد ياخذ ما عندي اللغه وهذا، يعني الا دخلتو دابا المدرسه يعني غادي يلقى مع صعوبه في اللغه. بغيت نزيدو هذا العام ان شاء الله حتى العام المجي عاد يدخل. يلا 3 سنين باقي صغير. نود مامي، نود مامي، نود حبيبي، دور. شنو هما هذوك؟ منين منين هادي لبسة واحدة اخرى لسامي، باغي يلبسها هو الكارطابل وباغي يمشي للمدرسة. فين غتمشي يا مامي؟ سامي تمشي البوبيس، بغا يمشي للطوبيس والبوبيس. هاد البيسات ديال ولدي سامي والبيسات ديال ليلى الاكثر اللي خديتهم ليهم من المول البارح. وهاد التيشيرت هذا خديناه من وول مارت، الثمن ديالو يعني مناسب 6 دولارات ونص تقريبا 7 دولارات. وما عداش الاخر كلشي خديناه ليه من المول، كاين اللي من ميسيرز، كاين له يعني من كارترز، كل واحد يعني كل حاجه خديناها من البلاصه.
middle of tying. هذه لبسه واحدة أخرى لليلى. اش كدير مامي؟ ميني باز. هكا كتجي لبسه. هاد السروال هذا عنده جوج ديال التيشيرتات. ليلى ورينا التيشيرت الاخر. نشوف التيشيرت اللي لتحت داك اللي لبستي. هاد السروال هذا كما قلت لكم عنده هاد جوج تيشيرتات، يعني تلبسيه مع الابيض كيتبدل له الشكل ديالو، اولا تلبسيه مع الكري مع هاد السبادري هذه اللي كتجي بحال هكا يعني طالعه. غير خديت اليوم هاد البيجامه هذه لسامي ديال هاد الشكل. سامي انشو مامي انشو حبيبي سامي انشو كتكون 3 بياس، يعني هكا بسروال وعندها هاد الشورت، يعني اما تلبسيها له مع سروال اولا من يكون الحال سخون يعني مع شوارط. سامي راه عجبه اللبسه ديالو البيجامه ديالو. خديت له هاد العصابه هادي ديال هاد الرجال الاليين، هادو كيحماق عليهم ولدي. سامي شكون هذاك؟ شكون هذاك سميتو؟ واو واو وليلى خديت لها هاد البيجامه هادي. وقفي مامي صافي ليلى راه ناعسه. هاد البيجامه هادي كتجي هكا هي كامله ومع هاد الرجيلات هادو، يعني كيداروا غير بالصدايف ديريهم ولا تحيديهم. وليدي دات فيهم هاد وهكا نكون ساليت يعني الحويجات، يعني اللي خديت لوليداتي، هادشي اللي خديت لوليداتي. كيف ما وعدتكم يعني شاركتو معاكم، وكنتمنى يعني يعجبوكم و كنودعكم في يد الله.